السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي، مع قاعدة جديدة من قواعد النحو وقاعدة الأفعال الخمسة. إيه هي الأفعال الخمسة؟ نعرفها إزاي؟ وبتجيلنا إزاي في الامتحان؟ وبيكون إعرابها إزاي؟ تعالوا مع بعض نتعلم بتيجي إزاي وبتكون إعرابها إزاي. الأفعال الخمسة، إيه هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل، هي كل فعل مضارع، مش اي فعل، كل فعل مضارع اتصلت به حاجه من الثلاثه دول، اما اتصلت به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطب. يبقى الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصلت به حاجه من الثلاثه دول، اما واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه. واو الجماعه، الف الاثنين، او ياء المخاطبه. زي ايه؟ ركز كده معايا. لو قلت لك الفلاحون يزرعون القمح، الفلاحون يزرعون القمح. شايف الفعل هنا؟ الفعل المضارع يزرعون هو كل فعل مضارع اتصل به ايه؟ واو الجماعه. ولا قلت لك الفلاحون دول واحد ولا كتير؟ لو جبت لك كلمه لوحدها وقلت يصنع، قلت لك هنا بتدل كلمة يصنعون على واحد بس اللي بيصنع ولا على مجموعة؟ هتقول لي على مجموعة. عرفت منين؟ بص للكلمة كويس، ايه اللي خلاك تعرف من الكلمة ان هي بتدل على جمع؟ هتقول لي الواو، عشان دي واو بتدل على الجمع. دي بقى اسمها ايه؟ واو الجماعة يصنعون. يبقى لو لقينا فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة يبقى واحد من الأفعال الخمسة، واحد من الأفعال. يبقى يصنعون فعل من الأفعال الخمسة عشان هو فعل مضارع واتصل به واو. لو قلت العمال صنعوا الأقلام بمهارة، قلت لك صنعوا فعل من الافعال الخمسه، هتقولي طبعا فعل من الافعال الخمسه. عرفت منين؟ هتقولي الواو متصل به فعل واتصل به واو الجماعه. هقول لك احسنت والاجابه خاطئه. ليه؟ لان صنعوا انا قلت لك كل فعل ايه؟ ارجع كده للتعريف، فعل مضارع، ما ينفعش يكون اي فعل وخلاص، لازم يكون فعل مضارع. ما ينفعش يكون ماضي؟ لا ما ينفعش يكون ماضي. العمال صنعوا، ده فعل من الافعال الخمسه؟ لا. لكن يصنعون، العمال يصنعون الاقلام بمهاره، يصنعون فعل مضارع اتصل به واو الجماعه. زي مثلا قلنا بقى ايه؟ يصنعوا، تصنعوا. لو قلنا فعل مضارع اتصل به الف الاثنين، يعني ايه الف الاثنين؟ هي الالف اللي بتدل على اثنين، زي مثلا يصنعان او تصنعان. يصنعان، عرفنا منين ان هو بيدل على اثنين؟ هتقول لي عشان الالف، الالف دي الف اللي بتدل على اثنين، تدل على انهم مثنى. لو قلت مثلا المعلمان يشرحان الدرس، يشرحان هنا فعل من الافعال الخمسه ولا ما هوش من الافعال الخمسه؟ هتقول لي شوف، اولا هو فعل مضارع صح،
طب اتصل بيه ايه؟ واو الجماعه؟ لا، الف الاثنين، الالف اللي بتدل على المثنى، اتصل بيه الف الاثنين، اذا هو فعل من الافعال ايه؟ من الافعال الخمسه. طب ياء المخاطبه، تعرف لما تيجي تخاطب واحده تقول لها ايه؟ انت تصنعين، تصنعين، بتقول ايه؟ بنقولها ازاي؟ بتعملي باللغه العربيه، تصنعي، تصنعين. بص كده، فاعل مضارع اتصل بياء المخاطبة، الياء اللي بتدل على انك تخاطب مؤنث. لو قلت مثلا انت تجتهدين، انت تجتهدين، تجتهدين دي من الافعال الخمسة، هتقول لي فعل مضارع اتصل به ياء المخاطبة، يبقى فعلا من الأفعال الخمسة. ليه؟ لأن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، ألف الاثنين، وياء المخاطبة. واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. لو حد سأل أنا سميتهم ليه الأفعال الخمسة؟ تعال معايا. أنا قلت في واو الجماعة لما باجي من افعال الخمسه اللي تيجي تتصل بواو الجماعه ممكن تيجي فعل مضارع يتحدث عن الغائب، زي يصنعون. هما يصنعون ده بيتكلم عن العمال، يصنعون غائب ولا متكلم؟ غائب، غير موجودين. يصنعون، طيب تصنعون يبقى مخاطب. يبقى في مع واو الجماعة بيأتي الفعل المضارع للغائب زي يصنعون، وللمخاطب زي تصنعون، على الصورتين دول بس. طب مع ألف الاثنين بتيجي برضو واحدة للغائب زي يصنعان، وواحدة للمخاطب زي تصنعان، يصنعان وتصنعان. طب مع ياء المخاطبة بتأتي مخاطبة، يبقى مع صورة واحدة بس اللي هي بتبدأ بالتاء، التاء التي تدل على فعل المخاطبة، تصنعين. يبقى احنا كم فعل معانا؟ يصنعون، تصنعون، يصنعان، تصنعان، تصنعين. الافعال على خمس صور بس، اتنين في واو الجماعة بتأتي في صورة واحدة للغائب اللي بتبدأ بياء، واحدة للمخاطب اللي بتبدأ بتاء، والف الاتنين نفس الصورتين، واحدة للغائب، واحدة للغائب، واحدة للمخاطب. طيب المخاطبة بتأتي على صورة واحدة بس اللي هي المخاطبة. يبقى الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة، ألف الاثنين، ياء المخاطبة. طيب علامات إعرابها إيه؟ ركز معايا. قلنا علامات إعراب الأفعال الخمسة، يعني لو لقيت فعل مضارع اتصل بيه حاجة من الثلاثة وعرفت إن ده فعل من الأفعال الخمسة، إزاي أعرف؟ لو جالي إعرابه بيتعرب على صورتين، إما أنه يرفع بثبوت النون، إما أنه ينصب ويجزم بحذف النون. تاني كده، بيرفع بإيه؟ بثبوت النون، لازم تكون النون موجودة، بيرفع بثبوت النون، وينصب ويجزم بإيه؟ بحذف النون. تعال كنا نشوف مثال. لو قلت يبقى علامات إعراب الأفعال الخمسة يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون. يبقى الأفعال الخمسة هي يا أولاد؟ هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة، بيجي على واو الجماعة على صورتين، صورة في الغائب وصورة في المخاطب، والألف الاثنين صورة في الغائب وصورة في المخاطب، وياء المخاطبة في صورة واحدة بس وياء المخاطبة. يبقى كده معانا كام؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. عشان كده سميناهم ايه؟ الافعال الخمسه. لو جبت لك اي مثال نعرف نقول هو من الافعال الخمسه ولا لا؟ تعال
المعلمون شرحوا الدرس المسلمان يصليان الظهر. لو قلت لك طلع لي الافعال الخمسه هنقول نبص على شرحه ونبص على يصليان. يصليان فعل مضارع اتحقق فيها الشرطين. اول حاجه ايه؟ فعل مضارع، تمام. طب تاني حاجه اتصل بيه واحد من الثلاثه اللي احنا قايلين عليهم، واو الجماعه ولا ياء المخاطبه ولا الف الاثنين. هنلاقي الف الاثنين، يبقى حققت ايه؟ الشرطين. اذا هو من الافعال الخمسه. طيب شرحوا، هنبص على كده، في واو الجماعه؟ في واو الجماعه ده شرط. طب هو فعل مضارع؟ لا، رقم اثنين من الشروط ماهوش موجود، يبقى لازم يحقق شرطين، واحد ان يكون ايه؟ فعل مضارع. رقم اثنين يتصل به واحدة من الثلاثة دول، واو الجماعة وألف الاثنين أو ياء المخاطبة عشان نسميه فعل من الأفعال الخمسة، وكل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة. علامات إعرابه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون، وهذا ما سنتعرف عليه في الفيديو القادم إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.